السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير. أهلا وسهلا بكم السادة والسيدات المشاهدين الكرام، نحييكم هنا من مدينة خريبكة من عاصمة الفوسفات، ومع واحدة من اللقاءات المهمة برسم دور ثمانية كأس العرش، مباراة أولمبيك خريبكة ونهضة بركان على أرضية الحاكم الرابع وجوادي مرزوق، فيما يطلع الفار تواجد عادل زراق. كل مكونات فريق اولمبيك خريبكة بقتالية وشباب فريق اولمبيك خريبكة امام فريق النهضة البركان الذي يدخل اجواء هذا الموسم في الكاس الغالية كحامل لقب هذه المسابقة. تنطلق المباراة من جانب عناصر فريق النهضة البركان، افتكاك الكرة من جانب عناصر فريق اولمبيك خريبكة، يعني بداية حلم التتويج باللقب الثالث. تمشي أمامية، تقدم من جانب عناصر النهضة البركان، فرصة تسديدة ومتابعة من محمد فري، تسديدة رضا حاجي، جرب التسديد من بعيد رضا حاجي، أول كرة تسدد بشكل مباشر من جانب عناصر النهضة البركانية، تنفذ عبر القائمة الثانية الرأسية، هذا المرة فوق المرمى، هذا المرة فوق المرمى، الرأسية تدور الشرقي البحري، بحث من أجل استغلال مع ارتقال كان من جانب حمزة الرقريق، بطريقة جميلة من جانب الياسر خمشي، تبادل المراكز بينه وبين أسامة الحفاري، يتحول الياسر خمشي كظهير أيسر، وأسامة الحفاري يتحول كجناح أيمن فيما يقود دائما المنظومة الهجومية. أيوب القعداوي تمشي طويلة أمامية خطيرة، ضربة ميقاس هوية جميلة من أيوب القعداوي، مرت جانبا على مرمى الحارس حمزة حامياري، واحدة من الفرص القليلة للفريق اولمبيك خريبكة على المقاس، كانت تظن من سوفيا كركاش، إذا تتحول ركلة ركنية أخرى لفريق اولمبيك خريبكة من أبعاد أكل وكريم البونيكيت، ركلة ركنية فرصة راسية وبعيدا عن مرمى الحارس حمزة حامياري. هذه المرة جرب حمزة، جرب عفوا بلال الصوفي، هذه الكرة الأولى راسية كريم البونيكيت، والثانية وصلت لحمزة زرير، استلام تمريرة من جانب زكريا الصافي، طلقة فرصة خطورة، فرصة تناول خطيرة 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 خطيرة، جول لكن تسلل الحكم، يرفع الراية يرفع الراية الحكم من استلام، تركن ومبدأ تحت الفرصة، انتهت العملية الهجومية، ثم بعد ذلك رفع الراية الحكم المساعد، وسنتابع اللقطة، لحظة التقدم الكافية للتسلل، كانت العملية عادية، إخراج من جانب مرمى جانب لاعب النهضة الشرقي البحري، لاحظوا أين يعود الشرقي البحري للقيام بالأدوار الدفاعية، آخر فرصة تمشي النهضة البركانية، تمشي تبابية، محاولة فرصة خطيرة، تسديدة فوق المرمى، تمر بسلام في آخر فرصة ضفت الجولة الأولى، سينتهي الوقت المضاف، بعد ذلك ستأتي الصافرة من جانب الحكم محمد بلوط، إذن آخر فرصة في هذا الشوط الأول، شوط أول متبين على مستوى الهدف على مستوى النتيجة، لا زالت متعادلة 0-0، ألقاكم عند بداية الشوط الثاني. مدام اليوم نحن في مباراة فاصلة في كأس العرش، وبذلك تتطلب في شوط ثاني مجهود بدني وتقني وتكتيكي من جانب كل مدرب راجل، منح الإضافة في شوط نأمل أن نتابع فيه أشياء جميلة. تغيير اضطراري لفريق أولمبيك خريبكة، دخول لاعب مركز بمركز وليد بن شريفة في الجهة اليسرى حيث تواجد محمد أيمن السديل، كرة طويلة راسية خطيرة، جول 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 من خيره يوسف ضيو براسية في مرمى محمد فرني، يباغت فريق الأولمبيك أولمبيك خريبكة، تحدثت قلت عن إشارات الكرة الثابتة، إجابة جاءت سريعا في هذا الشوط الثاني في حدود دقيقة 67 بكرة ثابتة لعبت على المقاس، انسلك السام يوسف ضيو، باغت منظومة دفاع أولمبيك خريبكة والحارس محمد فرني، تقدم من الجهة اليمنى، محاولة تقديم الكرة العرضية خطيرة خطيرة، وسمات من دفاع وحارس مرمى فريق الأولمبيك، ثم جاءت التسديدة لكن محمد فرني في المكان المناسب، جرب الشرقي البحري، الشرقي البحري أراد أن يفعلها بهذا التسديدة، لاحظوا هنا الصراع على الكرة ثم بالرأس إبعاد قريبا من خط المرمى،
بعد ما كانت متجهه صوب معاتفه كيكر مدير في الجوله الثانيه. نقترب من الدقيقه الثالثه من الوقت محدد بضعي والساده والسيدات. الدقائق الاخيره بضغط كبير وكبير جدا على كل مكونات اولمبيك خريبكا بتفاؤل كبير من مكونات النهضه البركانيه. من الجهه اليمنى السلام، ارجع الكره لخط الوسط. البحث عن التمرير بلال الصوفي، استلام الفرصه العرضيه، البحث الراسيه، فرصه خطيره وحمزه حمياني في المكان المناسب. تمكن منها حمزه حمياني بعد عرضيه بهذا الشكل. المتابعه بالراس اظن من ايوب قعداوي. الفتح اولمبيك سمرة تعيش لقاء تعادل 0-0 واولمبيك خريبكا متاخرون بهدف دون مقابل. وذكر شباب هو الفاز على شباب النادي السمبرا 2-1. شباب الفتح البيضاوي انهزم شباب محمدي 2-1. والجيش الملكي فاز على الصدر المغربي ب3-1. يصاب على اثر ذلك لاعب فريق اولمبيك خريبكا. سلامات شكل اصابه خطيره. سلامات. اوه يا لامن النهايه نطلب ان شاء الله دعاء بطاقه حمراء لياسين بحيري. طويله كره من حمزه حمياني تنتهي المباراه بتور النادي البركاني. هنيئا لفريق النادي، هنيئا. هذا التهول حد موفق لفريق اولمبيك خريبكا. مباراه تنتهي على ايقاع اصابه حمزه سرير. اذكر هدف سجل من دايو